المصائب لا تأتي فرادة، ده اللي بيتقال وده اللي حصل مع الممثل واليوتيوبر الإنجليزي الشهير راسل براند بعد اتهامه باغتصاب 4 فتيات والتحرش بعدد أكبر في وقت لاحق. وفي وقت لاحق كمان تم إيقاف خاصية جني الأرباح اللي هي الإعلانات على قناته في اليوتيوب، غير التحقيق اللي تم فتحه في الشبكة الإخبارية اللي كان بيشتغل فيها لفترة طويلة. الاتهامات اللي طالت راسل واللي كانت محور تحقيقات صحفية في 3 صحف إنجليزية كبرى، والإفادات اللي أدلى بها عدد من الفتيات كمان، كلها رفضها راسل جملة وتفصيلا في الفيديو اللي هتشوفوه ده. What was it about your conversations with Elon Musk that led you to work there on Twitter? Comments for a while. Watch out, Russell. They're coming for you. You're getting too close to Twitter. الغريب في أزمة راسل براند إن رواد السوشيال ميديا راحوا لبعد مختلف تماما عن اتهامات الممثل الكوميدي نفسه، سواء بالتعاطف معاه أو الغضب منه، لكن راحوا لنظرية المؤامرة. وده راجع لآراء راسل نفسه الشخصية السياسية اللي شاف البعض إنها كانت السبب الأساسي في كل الاتهامات. خلينا نشوف عينة من التعليقات على السوشيال ميديا اللي كانت مثلا في حساب باسم ترافيس، كان كاتب يعني أحد أكثر التغريدات المنتشرة قبل يوم كانت لامرأة شاهدت الوثائقي اللي أنتج ضد راسل براند وعبرت إن كل شيء مخطط له بعناية لتدمير راسل. كمان في تعليق من صالح كان كاتب بتقول إن مقابلة راسل براند قال فيها إن أبحاث الشركات اللي كانت متولية اللقاحات بيتم تمويلها من أموال دفع الضرائب زي ما هو بيقول، وأرباحها بترجع للشركات دي والمديرين فيها وداعميها. طبعا استشهد بالأرباح الكبيرة اللي دخل والأرقام الكبيرة اللي هو قال عليها بنفسه في اللقاء وكانت سبب الهجوم عليه. كمان في حساب كان هنا كاتب إن هما بيلحقوا راسل براند إن هو واقع في مشكلة ما بين اليسار واليمين. الحساب ده اسم الجنرال، وكان بيتكلم فيه إن راسل براند وقع في الفخ اللي ما يقدرش يخرج منه، وإن هو بيهدف في الأساس إن هو يقسم الناس ويتلاعب بالموضوع كله بشكل أو بآخر.